إن مناخ الاستثمار في الصناعة. معانا الأستاذ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. إيه اللي حصل النهاردة في الاجتماع؟ طب أستاذ حضرتك، طبعا قبل الاجتماع أحب إن أنا أنعي المهندس إسماعيل رحمة الله عليه. طبعا. لأن هذا الرجل يعني إدانا مساندة كبيرة جدا جدا طول حياته كمجلس وزراء وبعد مجلس الوزراء، يعني ألف رحمة ومر عليه. وعايز أقول لحضرتك إن قانون الترخيص الصناعية يمكن لما صدر كمان في مجلس النواب كان هو رئيس الوزراء في وقتها، الله يرحمه، شخص يعني محترم جدا 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 فندم، وتعزينا له ولأسرته إن شاء الله. النهارده حضرتك الاجتماع كان بخصوص عملية التراخيص الصناعية. التراخيص الصناعية القانون بيحاول طبعا يسهل على الموضوع شوية، والدولة كمان بتحاول تسهل شوية، انه حضرتك بتروح تطلع التراخيص ويبقى عندك طبعا مكتب استشاري فبيحط لك المواصفة سواء للدفاع المدني او للشروط البيئية اللي هي خاصة بالمواصفات الدولية المعتمدة. كان دايما في ما بين هو مين اللي يعتمد المواصفات دي، هل الاستشاري ولا او استشاري او مكتب الاعتماد اللي هو شغلته كده، ولا نرجع تاني ان هو نروح للجهات الحكوميه انها اللي تعتمد. هما الاثنين واحد في الاخر، النهايه النتيجه واحده، لكن هل بناخد باعتماد المكتب الاستشاري ولا بنكمل من خلال الدفاع المدني او البيئه او يعني انت تروح تعدي على الجهات واحد واحد، ولا الاستشاري بتاعك اللي يخلص لك كل حاجه؟ الاستشاري حضرتك هو بيديك شهاده بيقول له حضرتك انت معتمد، خلاص انت طبقت المواصفات البيئيه، وبرده بيقول لك انت طبقت مواصفات الدفاع المدني. زيه بالظبط حضرتك، زي ما حضرتك بتعمل الميزانيه بتاعتك، الميزانيه بتبقى بتاخد ورقه من محاسب قانوني، هو مسؤول معاك كمان عن المواصفات دي، وهو مسؤول ان يقول لحضرتك انت صح. والنهارده تعمل الاتفاق مع الجهتين ان هم هيعتمدوا الشهادات المعتمده من مكاتب الهندسيه من خلال طبعا كريتيريا معينه او مواصفات معينه للمكاتب دي، تبقى عندها الخبره في هذا المجال وعندها قدره انها تحط لحضرتك المواصفات وبتديك شهاده ان انت معتمد، يبقى حضرتك مش محتاج ان انت تعدي على الجهات، بتقدمها مع اللي هو ورقة. شبه فكره الشباك الواحد بالظبط يا فندم، هي كده دي بدايه تطبيق ان حضرتك انت الاستشاري معاك وهو اللي حاطط لك المواصفات واعتمد لك الرسومات، يبقى اتفضل حضرتك بتقدمها معاه. بالظبط حضرتك زي ما بشبهها لك، ميزانيتك بتعتمدها من مكتب محاسب قانوني بتقدمها، وحد بيقول لحضرتك روح الجهاز المركزي؟ لا. وده كان التعاون اللي تم النهارده فعلا في اجتماع مع استاذ رئيس الوزراء، مع معالي وزيره البيئه، معالي وزيره الصناعه، ومن هو اتس اباوت تايم زي ما الامريكان بيقولوا، يعني انا الاوان ان هذا الامر يحدث بقى، يعني انه الراجل اللي بيعمل مصنع او عنده تراخيص او ما يلفش اللفه دي ويخلص. احنا الكلام ده بننادي بقى لنا سنين، والحمد لله النهارده يعني تم الحمد لله الموافقه عليها، وهتنزل ان شاء الله الاليه بتاعتها قريبا جدا جدا جدا، لانه انت حضرتك قلت في المقدمه بتاعتك احنا في وضع معين. اولا احنا شفنا ايام صعبه وايام حلوه كتير، يعني خلينا نقول هي الحياه كده، تشوف حلو وصعب على طول ما احنا شغالين، لكن الصناعه زي ما حضرتك وصفت الحمد لله يا رب عمرها يعني صعب انها تقف، والمصنع اللي بيقف ما بيشتغلش تاني لا قدر الله. فدايما اصحاب المصانع بيفضلوا يحافظوا على العماله ويحافظوا على المكن ويحافظوا على كل حاجه شغاله، عشان باذن الله دايما متفائلين ان الدنيا تشتغل. المره دي القرصه صعبه شويه، لكن الحمد لله برضو بتشتغل، لكن هتشتغل لوحدها ولا هتشتغل لما نفتح للاستثمار بقى دراعينا خالص وكل الحاجات؟ يمكن كان في بعض التخوفات، لان احنا عدينا على مراحل كتير بقى من 2011 ومن ومن ومن، فكان في تخوفات من حاجات معينه. لا، ما نخافش ونفتح ونصلح طول ما احنا شغالين، ونتحمل ان يكون في اخطاء، مش هيحصل حاجه ان يبقى في اخطاء. باشمهندس محمد، هو الترخيص الصناعي لو انا عايز اعمل مصنع باخد وقت قد ايه؟ بياخد وقت شويه، بياخد وقت طبعا. يعني قد ايه؟ التراخيص مش هتاخد يعني
من اللي انا بشوف كمتوسطات من 3 ل 6 شهور على الاقل. المفروض اصلا حضرتك اطلال القانون ما تاخدش بعد 20 يوم. من 3 ل 6 شهور عشان تطلع ترخيص للمصنع؟ فدلوقتي حضرتك يا فندم الفتره الاخيره فعلا بدا يبقى في ضغط على كل المسؤولين ان هم يطلعوها بسرعه، وبدات الدنيا العجله تمشي اسرع بكتير جدا. يعني بدا يبقى في تماس صناعي بتحرك اسرع كتير جدا، حضرتك تلاقي ورقك خلصان، الكل جهات بدات تحس لا هو في، احنا لو ما اتحركناش باستثمار يبقى في مشكله. في مشكله الدوله كلها، مش مشكله انا عندي في الصناعه ولا في السياحه، لا يبقى في مشكله في الدوله. فهي بدا فعلا يا فندم في ضغط، الحكومه ضغطه جامد على اي مسؤول. هايل هايل عظيم. زي ما بقول لحضرتك الاجتماع النهارده ده من الاجتماعات اللي يعني كلنا منتظرين ان شاء الله في الفراي، وفي اجتماعات على المستوى الـ يعني الاسبوع لسه شغالين كذا اجتماع. اصل الحاج بتقوله لي ده لو اتغير هي ثوره، لانه كمان هو المستثمر اللي بره ده مش هيجي غير اما يعرف ان المستثمر اللي جوه حياته جيده. بص حضرتك المستثمر هيجي لما الامور كلها تبقى واضحه، انا لازم ابقى جاي عارف انا هتعامل في ايه. ادي المواصفات بتاعت الدفاع المدني، ادي مواصفات البيئه، ادي قانون العمل، ادي قانون الضرائب، كل حاجه واضحه بالنسبه له، لان هو ما يحبش يغلط، ما يحبش حد يعمل له حاجه، ده راجل جاي في بلد غريبه. فهو ده كده بالظبط، احنا بنوضح الامور، دي مواصفات دوليه بنطبقها، وخامد الرئيس قال كذا مره طبقوا المواصفات الدوليه، طبقوا المواصفات الاوروبيه الامريكيه كذا، بس تبقى متفقين عليها. هي دي المواصفات معتمده في العالم كله، المصنع اللي انا بعمله في المانيا، بعمله في الصين، بعمله في امريكا، هو نفس المصنع اللي بعمله هنا في مصر. ما اجيش اطلب حاجه اضافيه لاي حاجه، سواء في الشروط البيئيه او في الشروط الدفاع المدني. بس انتوا النهارده حسيتوا ان انتوا خلاص هتعدوا بقى المرحله دي، يعني الثلاث من 3 ل 6 شهور والكلام ده خلاص انت لانه الدوله فعلا صادقه ومحتاجه انها تعمل ده الان. خلاص يا فندم، وهو يعني ما تعرفش شفت رئيس الوزراء يا فندم طالع واضح صريح جدا، والفتره الجايه حضرتك بقول حضرتك ان شاء الله يا رب يبقى في تغيرات كتير، لان ده اللي لازم يحصل يا فندم، ده اللي لازم نقول احنا كدوله عملنا تغير كتير جدا في الانفراستراكشر بتاعتنا، في البنيه الاساسيه بتاعتنا، واتعمل استثمار في حاجات. اصل عندك كل حاجه، عندك الكهرباء، عندك الغاز، عندك الايدي العامله، عندك الاراضي، كل دي حصل فيها تسهيلات، مش باقي حاجه بقى خلاص، يعني انت عندك كل امكانيات الصناعه يعني. يبقى لازم استغلها، ده اللي حضرتك قلته، يعني انا لو عملت الحاجات دي وما استغلتهاش يبقى كاني ما عملتهاش. يعني زي حتى ما كنا بنتكلم على الاراضي الصناعيه، ولنا لقاءات ان شاء الله برضه مع دوله رئيس الوزراء بخصوص الاراضي الصناعيه. الطريقه اللي بنتعاقد عليها بتاعت الاراضي الصناعيه فيها جلسه، وان شاء الله رب هذا فيها تغير، لان هي في الاخر لازم تستغل، فلازم انا اشوف الظروف اللي الناس تقدر تستخدمها فيها. وانا يعني بقول وجهه نظري طبعا الخاصه، ان هي اي حد يجي يعمل لي مصنع انا لازم ارحب بيه، اهلا وسهلا. باشمهندس محمد، انت شايف اسعار الاراضي الصناعيه مناسبه ولا غير مناسبه؟ بعض مناسب وبعض لا، وده اللي احنا اتكلمنا فيه مع رئيس الوزراء، وان شاء الله لنا جلسه فيها، لان هي لازم تناسب المشروع اللي انا هعمله. يعني هي حتى لو هي فيها تكلفه زياده، انا بشوف دول بره بيفرق مع التسهيلات بعدد العمال. طبعا في يعني في دول بره، انا اديك الحافز، اديك الارض دي، انت عندك ليميت بتاع عمالك قد ايه، كذا ولا كذا ولا كذا، الارقام بتفرق معاهم في التسهيلات، لان انت بتقوم بالتشغيل، وهنا مساله التشغيل دي مساله طبعا الانتاج وجودته كل ده طبعا مهم، وحضرتك استاذنا في هذا الامر، انما انا كدوله، انا كريجيليتر، انا بالنسبه لي التشغيل هو المساله الاساسيه. دايما التشغيل يا فندم الاغلى دول العالم هو المقياس الرئيسي، لان انا كده عملت استقرار اجتماعي، عملت تنميه اقتصاديه داخل الدوله، وطالما عملت امان جوه الدوله يبقى هو ده اللي انا عايز الناس يجي لي. هو لو حد جاب لي مصنع كبير وبيصدر مثلا فقط ده مش غلط، بس انا بقول بدي مميزات اكتر اللي بيجي لي التشغيل اكتر، لانه بيستثمر في
في الاسره، بيستثمر في التدريب، بيستثمر في البشر نفسه. ويمكن امبارح احنا كنا في منتدى شباب العالم، وان شاء الله يعني يا رب هو السنه دي، حضرتك عارف انه طبعا هو مبادرات فقط ويتم كل التركيز انما اتفق علينا ان احنا نعمله على الارض. كان من اهم الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها هي التعاون مع المؤسسات الدوليه، ازاي ان انا اعمل مواطن وعامل، دايما بتكلم فيه عامل متدرب مع شهاده دوليه هو لوحده اصبح كيان، عايز يشتغل في مصر اهلا وسهلا، عايز يشتغل بره اهلا وسهلا، براحته، معتمد، الناس معترفه بيه في العالم. انا فهمت النهارده ان في اجتماع مجلس الوزراء حصل توحيد لاسعار الاراضي الصناعيه. إيه لا، النهارده ما كانش في حاجه في اسعار الاراضي الصناعيه، لسه في عندنا اجتماع قريبا ان شاء الله، يمكن في مجلس الوزراء بس انا نعرف. وتوحيد يعني لاسعار المرافق، ده لسه انا ما عنديش خلفيه بيها، يعني انا ما كنتش حاضر يعني هذا الاجتماع، ولو عرفت اكيد هبلغ حضرتك بيها. طيب. لكن بقول لحضرتك النهارده مؤشرات الترخيص الصناعي يا فندم، ده مؤشر جيد جدا 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 للكل، طبعا خلاص المحلي سواء حضرتك للمحل. احنا بقالنا سنين في كل المجالات وادارات مختلفه كلها تتحدث عن يعني ما ملخصه الشباك الواحد، الشباك الواحد لأوراق المواطنين، الشباك الواحد لشركات الاستثمار، الشباك الواحد للمصانع، الشباك الواحد للمزارع. فهذا الشباك يجب بقى أن يتم تفعيله بشكل جيد. احنا محتاجين نوضح بقى الشباك الواحد، يعني هو برضو ما انا ممكن احط الورق في الشباك بس الراجل اللي خلف الشباك لسه كعب داير. مدام مديحة يعني مدام مديحة تبوظ الدنيا. انت ممكن حضرتك تلاقي مدام مديحة اللي واقفة ورا الشباك يعني. هي تطلع لنا تاني مدام مديحة. لا، النهارده اللي حصل ان اللي قاعد ورا الشباك هو مش محتاج يروح حته تانيه، لان الورق اللي انا مقدمه له ده هو خلاص معتمد. يعني هو مش محتاج يروح يعيد، اختصرنا وقت كتير. مش محتاج يروح يعيد اعتماده من الجهه. انا خلاص متفقين مع الدفاع المدني، انا هجيب لك ورقه معتمده مع الاستشاري، انا هو ماضيين عليها، احنا بنطبق المواصفات 1 2 3، والاستشاري شايف ان ده صح يبقى ده تمام. ومع البيئه نفس الحكايه، لكن ده لا ينفي طبعا، هم حقهم يراقبوا في اي وقت، هم جهات طبعا زي اي حته في العالم. تمام. طبعا هو التسهيلات مش معناها تساهلات. ده بالظبط يا فندم، فانا بدي لحضرتك بالظبط المثل، لما بقدم ميزانيتي معتمده من مكتب قانوني، احنا الاثنين مسؤولين، لو احنا صورنا جواها هنتحمل المسؤوليه. فالحمد لله ده هو مش محتاج، يعني لا بقول لحضرتك اللي ورا الشباك بقى مش محتاج يروح حته ثانيه، هو ده معتمد معاه خلاص. وباذن الله بقى الاجراءات مكملين على كده باذن الله، ان نخلي الدنيا سهله. وده انا بقول لحضرتك ايه، لازم نخلي الدنيا سهله، لازم نخلي الدنيا فيها طمانينه تامه. يعني ما ينفع بالظبط برضو نفسي ان شاء الله يا رب شغالين عليه، ان قانون المشروعات الصغيره والمتوسطه هو في الاخر يقول للمستثمر الصغير ايه، انت بس قدم لي الميزانيه بتاعتك وتدفع نسبه عليها خلاص، حاجه مش عايز ولا راجع تكاليفك ولا راجع كذا. لازم نخلي الدنيا سهله، لان عايز اشغلك، عايز اشغلك. انت عارف قلت في الاول ايه، انا عايز ادي ميزه للي يشغل ناس. انت عارف قلت كلمه كويسه، عايز اشغلك، انا عايز اشغل الناس، انا عايز اشغل البلد، عايز اجيب ناس من بره تيجي تشتغل، يستخدموا كل المشروعات اللي وهي الدولة. حضرتك برضو سيدي العارفين، الأجور لن تزيد إلا لو بقى في منافسة. يعني أنتوا لو مصنعين، أنا آسف لاستخدام التعبير، يعني كابلات مثلا بينافسوا بعض، أنا حاجي أنت عندك عمالة محترمة وقوية، أنا حاجي أقول لك لا تعال عندي أنا حدي مرتب أفضل، وهنا تبتدي الأجور تزيد. لن تزيد الأجور إلا بالمنافسة، وإلا لو مفيش منافسة خلاص أنا بدي الأجر ده جوه السوق ومحدش هيشتغل غير عندي بالرقم ده. ولن تنخفض الاسعار غير بالمنافسه برضه يا فندم. طبعا. يعني لازم افتح الباب للناس كلها، تعالوا واشتغلوا واستثمروا، وما منعش اي مستثمر ان يجي، حتى لو عندي 100 مصنع زيه هنا، لا انا يجوا 150، لان انا كده هضطر ان انا اروح اصدر، واضطر ان انا اخش على اسواق ثانيه، وهبقى منافس اكتر، وهبقى سم، ويجي لي العمله بتاعتي اللي انا عايزها
من خلال منظومة طبعا التصدير الكامل. يبقى أنا لما شغلت زي ما حضرتك بتقول وعملت أوراق سهلة، جبت ناس من بره بتكنولوجيا جديدة بتشغيل عمالة أكتر وكل الكلام ده، أنا شغلت الناس، أنا شغلت البلد، استخدمت الأراضي المتاحة عندي اللي هي إن شاء الله يا رب برضو نجهزها ونشتغلها، استخدمت الطرق اللي عملتها، استخدمت الكهرباء، استخدمت الفنادق، كل ده يا فندم أنا بشغل البلد كلها طبعا. باشمهندس محمد، هل لمست حضرتك والكثير من المصنعين اللي انت بتتصل بيهم وبتقابلهم الفرق في الإفراجات الجمركية التي قامت بها الدولة؟ لأنه كانت المصانع بتئن من فترة إنه إحنا مش قادرين نشتغل، إحنا بنشتغل وردية واحدة، إحنا مش بأقصى قوة عندنا. هل الوضع فرق دلوقتي؟ طبعا الوضع أحسن من الأول بكتير الحمد لله، لسه إن شاء الله رب برضو يعني بإذن الله تبقى أحسن وأحسن، لأن الدنيا عمرها ما تتحسن في يوم وليلة. يعني إحنا كنا في وضع صعب جدا، إنما إحنا طبعا عن من شهرين ثلاثة فاتوا لا احنا احسن بكتير جدا جدا دلوقتي الحمد لله. وزي ما بقول لحضرتك انا كل ما هفتح يا فندم عملية الاستيراد تاني للخامات اللي تشغل المصانع، اول ما المصانع تشتغل هيبقى فيه نفس، لكن والاسعار تبتدي تنزل وتنزل ونرجع تاني للسوق الطبيعي. لكن احنا حاليا طبعا ما زلنا ما هوش السوق الطبيعي اللي هنشتغل فيه، لكن المشيين بإذن الله في الطريقة الأفضل، ومنها النهاردة بقول لحضرتك بداية أهو إصلاحات الحمد لله، ولسه إن شاء الله يا رب في حاجات تاني، في اجتماعات كثيرة مع دولة رئيس الوزراء ومع السادة الوزراء بإذن الله إن الدنيا نفتح إيدينا شوية ونخفف شوية إن شاء الله، ونسمح بالناس كلها إنها تشتغل، لأن برضه احنا ما احناش عايشين لوحدنا، يعني مصر مش لوحدها طبعا، مصر حوالينا دول وبتنافسنا وبتدي ميزات، واي حد في ظل الظروف الاقتصاديه العالميه اللي بيئن كل الناس بتقول اهلا بيك، احنا عايزين نبقى من اوائل الناس اللي نقول له اهلا بيك، وممكن نحول الازمه الدوليه دي بالنسبه لنا لمصر بالعكس الى ميزه، الناس اللي هي عايزه تغير مسار شغلها ومسار انتاجها فين وتيجي في حته دول تانية نقول لهم اهلا وسهلا طبعا. كل ما فرصه كل ما ان شاء الله كل ازمه فيها فرصه بالظبط عليك زي ما بتقول، كل ازمه فيها فرصه وكل ازمه باذن الله لها انفراج. انا عارف كلنا تعبانين لكن معيش اخر الدنيا، عدينا في ازمات اسوأ وممكن ننظر لدول تانية بدون ما اقول طبعا اي اسامي، يعني الحمد لله يا رب برضو احنا في وضع افضل بكثير من دول اخرى والحمد لله، وباذن الله يا رب يعني هتمشي يا استاذ عمر. اكيد اكيد انا متفائل ده. المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. اللي بيميز مصر